عرضت فرقة مارتشيكا للمسرح والسينما وبتعاون مع جمعية صوت الشباب المتعدد الثقافات بلاهاي الهولندية مسرحية بعنوان أرماس لكاتبها الأستاذ محمد زهيد. عرف العرض حضور عدد كبير من محبي الفن المسرحي من جميع الشرائح العمرية. هذه المسرحية كتهضر على هي العنوان ديالها رماس. رماس هو واحد الفضاء كيكون في كيكون جميع القبائل الأمازيغية. داك الفضاء كيكون انفصل للديور، والمهمة ديال داك الفضاء ان كانوا شحال هادي ما كانتش الثلاجة كانوا كيخبعوا المؤن ديالهم ولا المحصول الزراعي ديالهم في ابار في داك رماس. اوت اليوم رحنا في دينهاخ ودرنا سولد اوت، والعرض كان رائع والناس عجبهم الحال وكان تصفيق. وكما كنقول دائما احنا بدون جمهور ما كان سوى والو. الهدف هو الهدف الأسمى أننا نوصلوا الأفكار الفنية ديالنا للمتابعين في المكان وفي العالم. والهدف الآخر هو الترويح عن النفس ولا نفاجئ على المغاربه اللي كنعرفوا ان في اوروبا كيعانيوا من داك الروتين ديال الخدمه وداك الروتين ديال العائله وداك الروتين اللي كيعيشوا هنايا في الغربه. دائما كتكون حاس بديك الغربه، بديك الفقدان ديال الارض، فقدان ديال الاحباب. وفاش كنجيو حنايا عندهم وخاصه مسرحيه بحال هذا الشكل كتهضر على الباديه، كتهضر على شي امور ما تقدرش تلقاهم هنايا في اوروبا. هذا مزوارو تخصنو جي ذا جيم مامش نتقاد ديو ذان ديو سينا تزار نهار ثم زكونتا اقنا غدي دينها خ مامش السنم نسدك وذان نيغ اكثر فيق مارتشيكا يوم زكونت السينما يعرضن دا ثم زكونت نرماس يعجبن غير حرس وطاس انت ديج المسرحية غاسج نرد جاغني غاسج عمق تاريخي ليس الطاس انتبراتين تساور نيق عالج الطاس من قضايا باش نيطو ديج الفرصة دي مساقا كي وذان يريفيين نغذاي جان دي هولندا سيغتو دي دينهاخ توغد ديجنا دا سبحان العرض توغد دا سبحان توغد دي التجاوب الجمهور توغد ديج الفرصة باش نيغ مساقا دي سكو التاس نيث مثنا غدينا زورو نيغ سكو وذان إذا يتعيشن دي ثورا نضي قاغوم ثانميز والسيتي ماهم يجمو مبريد دا سبحان. افتتحت المسرحية بمشهد أهداوي وهو الدور الذي قام به الفكاهي والممثل السينمائي العالمي عبد الواحد زاوكي، حيث أنه ظهر وهو يعزف مقطوعة موسيقية يتحسر فيها عن التشتت الذي أصبح يعاني منه المجتمع وحنينه لماض قريب كانت تسود فيه قيم التضامن والتكافل. فرحنا بزاف، كان العرض ناجح بعدا في الدنمارك، العرض ناجح في فرانكفورت، كنا كنستناو ان العرض ينجح في دينهاغ، كان اكثر من ناجح، فرحنا بزاف، كنا بحال الا وسط العائله ديالنا، والحمد لله كنشكروا كاع الناس اللي ساهموا معنا واللي عاونونا. بغيت نشكر اولا الجمهور اللي جاوا لعندنا، ولسوء الحظ ان كانت القاعه صغيره ورجعنا الجمهور اللي كان جاي باش يتفرج في هذه المسرحيه. المسرحيه دازت في اجواء رائعه، ما كناش كننتظروا انها تدوز بحال هكا، وكان خاصنا شي قاعه تكون كبيره بزاف باش هذا الجمهور كامل يدخل. والدور ديالي كما شفتوا كان في المسرحيه ماشي دور واحد ولا جوج، وانما شي اربعه الادوار، وكانوا في المستوى. وكنشكر بعد الموقع ديالكم اللي جانا وتابعنا وتفرجتوا فينا حتى انتوما. أرماس مسرحية تجسد كذلك لمكان رحب كان عبارة عن نقطة التقاء أهل القرية، حيث كانت تقام فيه أنشطة معيشية وجلسات عائلية، وفيه كانت تحل وتعقد الأمور. دورينو ديال المسرحيه نرماس تيراغ جي بيرسوناج حاده ايجنت مغاض تمغاضي السن توسات انيني غاسم نيشان 80 سنه تقريبا 80 سنه تقصح حد الطباع غاس سيريو ممش سن بانه في مغاري الزمان كاين خاصنا طاس الميساريه زرينا طاس تمسان. المهم جي بيرسوناج قويه سوا طاس تمثل المرأة الأمازيغية تاع قذينت. إيج بيغسوناج تعجبا يسوا الطاس بوركي وفي غليس ليسباس إذي غاسبين غل قدرات وكممثلة. أنا في المسرحية الدور ديالي جيت كنزة اللي هي طيبة في الحومة وكتجيب الخبورات هكا للعيالات وداك الشيء بحال هكا. الهدف أنه نجي ونديروا واحد الجو زوين للجالية المغربية كيما كتعرف هنايا راهم
راهم بعادين على بلادهم يعني تما كي كنديروا لهم جو زوين كنعرفوهم الثقافه كنقربوهم ليها فهمتي. اولا بين السقاوي سني ماريودان بوخيا والجمهور توث صارح هذا المستوى والقاع يعني يعني وتسمي حبو يعني أنا مسرحية مش نخص نيشان وصراحة يعني تعجبسني وذا المسرحية ضحشن مرة يعجبسني حن مرة يعني نخص هذا يسن بالله مسرحية تغطي مستوى وشكرا. المسرحية تعرضت لقضية الأمازيغ ووحدتهم وذلك من خلال رؤية إخراجية تعتمد على صورة مسرحية متعددة الدلالات، حيث أننا نجد جوهر الحوار المسرحي يرتكز على كشف أحاسيس إنسانية متجذرة في الوجدان. هذا ما ركز عليه بالضبط مخرج المسرحية الفنان المقتدر كمال المخلوفي الملقب ببوزيان. في نهاية المسرحية أبدى الحاضرون انبهارهم بالتعديلات التي أدخلت على مشاهد العرض. توسان زعما جم مسرحيه مسن داو الدار نضحش نقصان نهارد كي مزيغ النغمار بوزيان بوخيا اكثر شي تعجبي بوخيات ضحشغ بتسندني يعجبان غصباطاس ان شاء الله يجن ساعة نغني نخان ان شاء الله هذا زنا عقب نعاود مار ان شاء الله. شكرا. مصطفى عيني ذا تري غادي خودة وسيغ نهار زاغ رماس تمز قلت رماس دي سي زيار ريفيرتهم دوكرين احمد زايد تو زوغ ازاغ ميغ فتيرار عجبين حار الطاس والسيتم غادي نتيري تيمز كوري نظنيني لي تياتر بياس دي تياتر نظنيني اذا نتغيس نسيا باش نفوارج ثاني تا وماش توريث الجمهور ملي كيمر مباري عجبات الحار يبدا نتوغا تجوزن فوذن باش نزاني ماني لان ماني توقع شارب دا والسيتم ونتقاضي الطاس يبدا انا غادي نسير المغرب فرقه مارتشي كان غادي يستعدوا المنايا زوار قاونس قوسنهم ذميمون ذم سعود ماري مازيغ ماري نيت قضافان اميرو ابو عيشين خيني غيخزان فيديو يا ونيتا نشي نزيد مسمون دي حضريني مغربي نيت جان دين دين نهاي نتنظم كل عام يجوز قوسماينو تحج نضاح امازيغ مانيس ماز غروبا يتعتبر اس قوسماينو دين من اكبر يعني اس قوسا كي توقيع ذي اوروبا وخا اس قوسا قبايل كسنا ختكين دي فوربو ولكن يجن جوين ناطري جان دي زاد سانتياتر يعني اوذن رون شضحن فاحن نسويزا يعني نوياس ندارف نوياس نتمازغ نتسازغ نتي دي اوروبا غرماس باش ما زغ غورا ونوم من زين شتاه الدواء من تو غي تعسان خت ساعة في النوم تو غسنا هاد ياس النهار اللي غاوياه وما راوياه